أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبائي، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وعدنا لكم اليوم بهذا العود الجميل جدا، عود من الطراز العراقي طبعا زي ما احنا ملاحظين، الوجه من السيدر، المضرب أو الرقمة من الماهوغاني، الظهر من الجوز والماهوغاني كذلك، مفاتيح كذلك من الماهوغاني، الزند عياري تقدر تتحكم بالدوس اللي هو بعد الوتر عن المسطرة، وكذلك تحمي العود من التقوس مع مرور الزمن. بالنسبة للأوتار هي من البيراميد لوت دوزان دودو. خلونا نسمع هذا العود اليوم ونستمتع فيه مع بعض. Thank you.
نجيب القرارات أكثر شوي. Thank you.
بهذا الشكل وصلنا لختام عرض هذا العود، اتمنى تكونوا استمتعتوا فيه معي. خلينا نعزف عليه ونجري عليه الاختبار الاخير بشجاع كل العواد، هو العزف على الفينجر بورد كامل. نبدا نفس الوقت، فيه رخامة وفيه حنية وخامة جميلة كتير. تمنياتي بالتوفيق للجميع ونلقاكم على خير ورعاكم الله. إلى اللقاء.